القضايا العربية وتعميق. في هذا الإطار أدعو أخي العزيز رمضان العمامرة وزير خارجية الجزائر الشقيقة إلى تسلم رئاسة المجلس راجيا له كل سداد والتوفيق، مؤكدا عزم بلادي على مواصلة الإسهام بفاعلية في جميع جهود الارتقاء بدور المنظمة ومنظومة العمل العربي المشترك وتطوير أدائها ومواكبة للتحولات وتحقيقا للتطلعات. وشكرا لكم على الإصغاء. أعلن على بركة الله افتتاح اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 31.